الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعل نياتنا خالصة لذاتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا. أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية لله تبارك وتعالى، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. كلامنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن أمر مهم غلط فيه أناس، وبسبب سوء فهمهم صاروا يحرمون ما أحل الله، ويفترون على دين الله، ويحكمون على الأمة بالضلال. وهذا إنما الخطأ فيهم، إنما العلة وين؟ فيهم هم. كلامنا اليوم إن شاء الله عن البدعة، شو يعني البدعة، وعن تقسيمها، وعن تقسيم البدعة، لأن البدعة تنقسم إلى أقسام. أولا، البدعة شو معناتها؟ لها معنى في اللغة، البدعة لها معنى لغوي في اللغة العربية. معنى البدعة ما أحدث على غير مثال سبق، هذا معنى البدعة في اللغة. وكلمة البدعة فيك تقول المحدثة، فيك تقول البدعة، فيك تقول المحدثة أو المستحدث أو ما أحدث، يعني ما فعل وما كان قد فعل قبل. هذا من حيث اللغة، هذا معنى البدعة. والبدعة ما أحدث ينقسم منه إلى شيء حسن، ومنه ما أحدث وكان شيئا غير حسن. إذا واحد سألك هل يوجد دليل في القرآن على أن البدعة منها ما هو حسن، بتقول له نعم. بيقول لك من القرآن، بتقول له إيه، بتقول له إذا ما بتعرف شغلتك، بس في القرآن جاء ما يدل على أن من البدع ما هو شو؟ حسن. نذكر هذه الآية في سورة الحديد. قال الله عز وجل في سورة الحديد: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. في هذه الآية، هذه الآية الكريمة في سورة الحديد فيها مدح، الله مدح المؤمنين المسلمين من أتباع عيسى عليه السلام،
لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا شيئا عرف باسم الرهبانية. هم ابتدعوه مين؟ أتباع عيسى المؤمنين. سيدنا عيسى جاء بالإسلام، سيدنا عيسى أتباعه الذين اتبعوه كانوا على دينه، منهم من فعل شيئا يسمى الرهبانية. الرهبانية شو معناتها؟ هي الانقطاع، الانقطاع يعني التوقف عن الشهوات المباحة. في شغلات شهوات مباحة أباحها الله أحلها، هم شو عملوا؟ قالوا لا نفعلها، قالوا هذا أمر مع أنه حلال ولكن لن نفعله لأنه يشغلنا عن طاعة الله. هم آمنوا، تجنبوا المحرمات، زيادة على تجنب المحرمات ماذا فعلوا؟ انقطعوا عن الشهوات المباحة. تجي بتقلي مثل شو؟ مثل الزواج. ما قالوا أن الزواج حرام، بيعتقدوا أن الزواج حلال وبيقولوا أن الزواج حلال ولكن ما تزوجوا. مين هن؟ أتباع عيسى، جزء من أتباعه الذين كانوا مؤمنين، ابتدعوا شيئا، فعلوا شيئا. عيسى ما قال افعلوه، ولا الإنجيل الأصلي الذي نزل عليهم قالوا قال لهم أن يفعلوه، ما أمرهم الله بذلك. الله ماذا قال؟ قال ما كتبناها عليهم. طب مع ذلك فعلوها، ومع أنهم فعلوا شيئا ما أمرهم الله به ولا عيسى، مدحوا لأجل فعله، مدحهم الله. وهذه الآية موجودة فيها مدح لهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طيب هذا من القرآن يدل على أنه في شيء ابتدع ومدح من ابتدعه على فعله، وهي الرهبانية، الرهبانية الأصلية. هلا بعد في ناس بيسمي حاله راهب ورهبان ورهبانية، ولكن مش على نفس الطريقة اللي فعلوها مين؟ أتباع عيسى عليه السلام. هذا من القرآن الكريم، إنه جاء في القرآن الكريم ما دل على أن من البدع ما هو حسن. طيب يجي واحد لك من الحديث، هل جاء في الحديث ما يدل على أن من البدع ما هو حسن؟ نعم، البدعة تسمى بدعة وتسمى أيضا محدثا وتسمى أيضا سنة. وروى الإمام مسلم، روى الإمام مسلم رضي الله عنه عن النبي من طريق الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه روى عن النبي أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. من سن في الإسلام شو؟ سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. اسمع ماذا قال الرسول، ماذا قال؟ من سن في الإسلام، ما قال في حياتي، في الإسلام، سواء كان في حياة النبي ولا بعده في زمن الصحابة ولا التابعين وفي زماننا أيضا، ماذا قال الرسول؟ هو رخص وأذن لأمته أي لعلمائهم
أن يفعلوا شيئا في الإسلام، ولكن بشرط أنه شو يكون؟ حسن، موافق للكتاب والسنة، لا يخالف القرآن ولا يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب، سن سنة حسنة يعني فعل فعلا موافقا للكتاب والسنة، الرسول ما فعله، ولكن هذا الفعل الذي فعل موافق للقرآن ولسنة النبي، أي لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الرسول؟ مش بس إنه هذا مسموح، بل قال فله أجرها، يؤجر عليها. شو كمان؟ مش بس إنه حلال جائز، شو قال النبي؟ قال فله أجرها. مش بس له أجر، يعني شو يعني له أجر؟ يعني يؤجر على ذلك، يثاب على ذلك. قالوا مش بس هيك، قال وأجر من عمل بها بعده كمان. إذا إنسان ألد بعدين، هو أول من فعل هذه السنة الحسنة أو اسم البدعة الحسنة، طيب قالوا إجوا الناس شو عملوا بعدين؟ قلدوه في ذلك، ولما عمل ذلك هذا الإنسان عمله لله وموافق للكتاب والسنة، فيؤجر على ذلك. شو كمان؟ كل ما أنت ألدت يعود له أجر. طب لو 100,000 واحد ألدوا كمان يعود له أجر. شوف من منفع هذا، مين عم بيقول هيك؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن كمان حذر النبي، قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني عم بينبه الرسول، أذن الرسول، أذن ورخص لعلماء أمته أنه شو يعملوا؟ أن يفعلوا شيئا هو ما فعله في الدين، ولكن بشرط شو بيكون؟ موافق للكتاب والسنة. وحذر أن انتبهوا لا تفعلوا شيئا مخالف، فهذا يسمى سنة سيئة، أو فيك تسميه بدعة سيئة. طيب ماذا إذا واحد عمل بدعة سيئة؟ قال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. طيب فالرسول بيّن في هذا الحديث إنه البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو فيك تسميها سنة حسنة وسنة سيئة، وهكذا سماها رسول الله. هذه التسمية من وين جبناها؟ من هذا الحديث الصحيح. ذكرني من رواه؟ مسلم. من ضعيف؟ رواه الإمام مين؟ مسلم. وهذا لفظ عام، وهو صريح في انقسام البدعة المتعلقة بالدين إلى أديش؟ إلى قسمين، حسنة وسيئة. طيب الصحابة سمعوا هذا الحديث ولا ما سمعوه؟ سمعوه. عملوا به ولا لا؟ عملوا. أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه عمل بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن، لما قرأ القرآن الوحي الذي كان ينزل عليه، هل قال للصحابة اجعلوه في كتاب؟ لا. هل كان في زمن النبي قرآن، مصحف مجموع القرآن كله فيه؟ لا. انتبه، الصحابة كانوا يسمعون القرآن من النبي فحفظوه. شو عملوا؟ حفظوه. منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ جزءا أو أجزاء منه، ومنهم من كتب شيء مما سمعه
كتب على قطعة جلد، قطعة سورة آيات، أو على قطعة خشب، على قطعة شو؟ خشب. بس ما كان كل القرآن مجموع في كتاب، كان موجود على بعضه على شو؟ قطع خشب، على قطع جلد. انتبهنا؟ طيب، هل القرآن قال، هل النبي قال اجمعوا القرآن في كتاب؟ اللي بيقول لك هيك له جيب في حديث هيك لفظه، ما قال الرسول ولا طلب. سيدنا أبو بكر بدأ بجمع القرآن، أراد أن يجمع القرآن كله في كتاب، وأطلق على اسم هذا الكتاب المصحف. مين أول واحد سمى الكتاب الذي ضم القرآن وحواه مصحفا؟ سيدنا أبو بكر. ولكن مات رضي الله عنه ما أتم ذلك، بعد ما كان جمع القرآن كله. طيب، هل فعل أبو بكر الصديق حرام؟ منه حرام، فعل شيئا الرسول ما قال افعلوه، أراد أن يجمع القرآن كله وين؟ في كتاب. في زمن النبي ما كان مجموع القرآن في كتاب، ولكن مات قبل أن يتمه. فأكمل ذلك مين؟ سيدنا عثمان. سيدنا مين؟ عثمان. في زمن سيدنا عثمان تم القرآن وجعل منه ست نسخ. نسخة بقيت عند عثمان رضي الله عنه، نسخة أرسلت إلى بلاد الشام، وإلى أخرى إلى بلاد العراق، وأخرى إلى مكة، وأخرى إلى مصر، أخرى إلى اليمن. ليش؟ لتعتمد أن هذا القرآن الذي سمعناه من رسول الله وتواتر، هذا اعتمدوه في النسخ. إذا بدك تعمل مثله انسخ منه وارجع إليه. طيب، هل فعل عثمان شيء ضلال؟ هل شيء سيء؟ هل شيء يضر؟ هل شيء مخالف للكتاب والسنة؟ أكيد لا. طيب، هلأ كل واحد منا ببيته ما عنده مصحف، اللي ما عنده يشتري أو يجيب. طيب، كل مسلم بتلاقي شو عنده في بيته؟ مصحف قرآن. طيب، هل قال الرسول كل واحد منكم يجعل القرآن والمصحف في بيته؟ ما قال. ولكن صار المسلمون شو بيعملوا؟ كل واحد منهم بيحافظ على أن القرآن وين يكون موجود، إما أن يكون حافظه، وإما أن يكون شو مع حفظه له، يكون موجود في بيته. طيب، هذا أيضا ما كان في زمن رسول الله. كمان مما فهمه الصحابة وعملوا به وعرفوا أن من البدع ما هي حسنة، ما فعله سيدنا عمر. ذكرنا أبو بكر ماذا فعل، عثمان، هلأ بنجي على سيدنا عمر، ورح نرجع لسيدنا عثمان بعد شوي. سيدنا عمر، هل في حدا منا بيظن بسيدنا عمر أنه جاهل بدين الله ولا يعرف الحلال من الحرام؟ حاشاه. سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا رأى وماذا فعل من شيء ما فعله الرسول؟ أنه جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد. جمع وين؟ الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، بعد أن كانوا يصلون شو؟ فرادى. صلاة التراويح في زمن النبي وفي زمن أبي بكر كانت تصلى فرادى. شو يعني فرادى؟ كل واحد لحاله، هذا بيصلي لحاله هون، هذا بيصلي بعد العشاء في رمضان، بيصلوا صلاة قيام رمضان اللي اسمها اصطلح عليه بالتراويح. طيب، شو كانوا بيصلوها في زمن النبي؟ فرادة، إما في بيتهم أو في المسجد، ولكن حتى في المسجد شو كانوا بيصلوها؟ فرادة. سيدنا عمر ماذا رأى؟ أن يجمع الناس على شو؟ على إمام، وفعل. ومش بس فعل، اسمع ماذا قال. إجا تاني يوم
فوجدهم كلهم صفوا خلف إمام، إذا ركع ركع وإذا سجد سجدوا، ففرح سيدنا عمر. ماذا قال؟ قال: نعم البدعة هذه. وفي رواية قال: نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. طيب، يعني دير بالك، سيدنا عمر صرح بلفظ نعمة أو نعمتي البدعة، يعني عم يمدح هذه البدعة، سماها بدعة وعم يمدحها. مين هو؟ سيدنا عمر. هذا يدل على أنه شو في بدعة حسنة. وهذا رواه البخاري، احفظوه. ما فعله عمر أنه جمع الناس على التراويح على إمام واحد، وما قاله عمر من أنه قال نعم البدعة هذه، هذا مين رواه؟ البخاري. مين رواه؟ البخاري. أي يقال له ما فعله الصحابة وما قالوه يطلق عليه حديث، ولكن موقوف بيكون في منه، يعني يعبر عنه، كمان يعبر عنه بالأثر. الأثر يعبر عنه ما هو من قول الصحابة. طب هذا الذي فعله سيدنا عمر وقاله نعم البدعة هذه أو نعمة البدعة هذه، طيب مين رواه؟ قلنا مين متذكر؟ البخاري. هذه احفظوها. ليش؟ لأنه في بعض الناس ظنين أنه كل البدع ضلالة، كل البدع حرام، مع أنه سيدنا عمر شو قال؟ نعمة البدعة هذه. طيب، أيضا ما فعله سيدنا عثمان أيضا أنه أحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة، وأيضا يرويه البخاري. صلاة الجمعة هلأ في الدنيا كلها كم أذان يؤذن؟ أذانان. في زمن النبي كان أذان واحد يوم الجمعة، في زمن سيدنا أبي بكر كمان كان أذان واحد، في زمن سيدنا عمر كمان كان أذان واحد. من الذي رأى أن يزيد أذانا ثانيا يوم الجمعة؟ سيدنا عثمان. من هو سيدنا عثمان؟ الخليفة الراشد الثالث. هذا فعله استحسنه الصحابة، استحسنه الصحابة، ما حدا من الصحابة اعترض عليه. وهذا يدخل تحت شو؟ البدعة الحسنة أو السنة الحسنة. لأنه طلع لك ناس بيقول لك إذا سمعوا بشيء شو بيقول لك دغري؟ بيقول لك ما فعله رسول الله أو ما جاء عن النبي. ليش عم بنبين هذا الأمر يا أخواننا؟ لأنه حتى ترد على هؤلاء المشوشين اللي هن ما عندهم فهم، ما فقهوا ولا فهموا الدين، فصاروا يحكمون على المسلمين بالضلال لمجرد أن المسلمين فعلوا شيئا في زمن الرسول ما كان. طب ما قلنا لكم أن النبي هو الذي رخص بذلك. شو كان الحديث؟ مين ذاكر؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طيب، مين روى عن سيدنا عثمان أنه زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة؟ كمان البخاري. كمان مين؟ البخاري. طيب، وأيضا مما أحدث ولم يكن في زمن النبي ولا حتى الصحابة فعلوه، بل فعله التابعون، المحراب. شو اسمه هيدا؟ محراب. المحراب مسجد النبي وغيره من المساجد في زمن الرسول ما كان فيها محاريب، في المساجد ما كان فيه شو؟ محاريب. أول من
فعل المحراب وزاده في المساجد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد السادس، مش الخامس، السادس. الأربعة بتعرفوهم مش هيك؟ من هن الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. الخامس مين كان؟ الحسن بن علي. سيدنا الحسن كمان بقي 6 أشهر خليفة، وكان في زمانه خليفة راشد، بعدين صار في ملك، وبعدين إجا مرة تانية خلافة راشدة في زمن مين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو من فعل المحاريب وين؟ في المساجد. هل النبي قال افعلوا؟ هل النبي فعل؟ طيب هل هذا جائز ولا منه جائز أن يكون في المسجد محراب؟ جائز، وهذا أمر حسن ونافع، هذا أمر شو؟ نافع وحسن. كمان في صحابي اسمه خبيب ابن عدي، خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وأيضا هذا يرويه عنه البخاري. خبيب ابن عدي أسروه المشركون، شو عمل الكفار؟ أخذوه أسيرا، حبسوه، عذبوه، ضربوه، في نهاية الأمر قتلوه. ولكن قبل أن يقتل، لما قدموه ليقتل، فقال أن طلب منه أن يعطوه وقت يصلي ركعتين عند قتله، قبل أن يقتل أن يصلي ركعتين. وهذه الركعتين ما كان لها سبب إلا أنه أراد أن يصلي قبل أن يموت ركعتين. هذا الفعل، هل الرسول قال من قدم للقتل فليصلي ركعتين؟ ما في، إنما صحابي فعله. وأبو هريرة اسمع ماذا قال، اللي هو صحابي آخر، قال فكان خبيب أول من سن، أول شو؟ من سن الركعتين عند القتل. ها هذا كمان بيدلك أنه الصحابة عرفوا الدين، وعرفوا أنه في الواحد يعمل شيء في الدين بشرط أن يكون شو؟ موافق للكتاب والسنة وليس مخالفا له. وأبو بكر فعل، سيدنا عمر فعل، عثمان فعل. انتبهنا؟ ما أعطينا مثال عن سيدنا علي، بس كمان فعل، هو الذي أشار أن يعمل علم بسموه علم النحو. سمعين بعلم النحو؟ في الصحابة ما كان معروف هذا العلم، بس كانوا شو يعني؟ يعني ما كان مثلا الفاعل شو بيكون يا أخوانا؟ مرفوع يعني عليه ضمة إذا كان مفردا مثلا. هذا القواعد اللغة العربية كان الصحابة يتكلمونها بالسليقة، ولكن إنه بيكون في مثلا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وعلامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة، هذا العلم بسموه علم النحو ما كان في زمن النبي كعلم وله هذه القواعد، ولكن كان الصحابة والنبي يتكلمون باللغة العربية الفصيحة الصحيحة من دون ما يكون عندهم هذا الأمر، لأنه كانوا يعرفونها. طيب، فهذا كمان علم النحو أيضا يدخل تحت شو؟ البدع الحسنة. وهيدول اللي عم بيحاربوا المولد، ونحن كل موضوعنا هيدا حتى نوصل أنه الاحتفال بمولد النبي شو؟ جائز. هيدول اللي عم بيحاربوا المولد بحجة أنه قالوا، بيقولوا لك أنه النبي ما فعله، فشو بترد عليهم؟ هات لشوف اللي فعلوها الصحابة، بتقول له كمان النبي ما كان عنده مصحف في بيته ولا قال افعلوا مصحفا. طيب مش بس هيك، هل المصحف اللي فعله عثمان كان عليه نقط؟ لأنه في بعض هدول المشوشين بيقول لك الصحابة فعلوا،
دير بالك كمان جاء من بعد الصحابة من سن في الإسلام سنة حسنة. المصحف هلا كل المصاحف اللي عندكم إياها في البيت منقوطة ولا من منقوطة؟ يعني عليها نقط ولا لا؟ عليها. طيب هيدول النقط هل فعلها الصحابة؟ كما ما فعلها الصحابة، إنما فعلت أول من نقط القرآن يعني المصحف هو واحد من علماء التابعين، التقى بالصحابة نعم ولكن ما كان صحابيا، كان عالما من علماء التابعين، واسمه يحيى ابن يعمر أو يعمر، فيك تقول هيك فيك تقول هيك، يحيى ابن يعمر، هذا ثابت ويرويه أبو بكر ابن أبي داود السجستاني. سمعين بصاحب السنن أبو داود، رواه أبو داود، رواه أبو داود في السنن، أبو داود السجستاني اسمه، من أصحاب الكتب الستة، كتب الحديث الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود، هو يعني من المشاهير. كان عنده ابن اسمه أبو بكر، ابن حافظ مثله في كتاب شو اسمه المصاحف يذكر هذا الأمر فيه، ويروي أن أول من نقط المصحف مين هو؟ يحيى ابن يعمر. يحيى ابن مين؟ ابن يعمر. وهذا العالم توفي، يحيى ابن يعمر توفي سنة 129 للهجرة، يعني شو بعد زمن النبي، انتبهنا؟ طيب هل هذا حسن أم ضلالة؟ شيء حسن. هل هذا بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟ بدعة حسنة. هل فعل ذلك الرسول؟ هل قال انقطوا المصحف؟ طيب فاللي بيقول لك بزعمه إنه الاحتفال والفرح بمولد النبي بزعمه إنه حرام ولا يجوز لأن النبي ما فعله، قل له وهل النبي فعل مصحفا؟ ما فعل مصحفا. هل النبي قال افعلوا مصحف؟ ما فعل. هل النبي قال انقطوا المصحف؟ كمان ما قال ولا كان منقوطا. فاللي بيقول لك انه بزعمه فقط عنده حجته انه الاحتفال بمولد النبي بزعمه حرام لان النبي ما فعله، فبترد عليه انه كمان المصحف ما فعله النبي، وهل في مسلم في الارض يحرم المصحف؟ ما في. طيب نقط المصحف هل في مسلم في الارض يحرم تنقيط المصحف؟ ما في، مع انه ما فعله الرسول ولا قال افعلوه عليه الصلاه والسلام. طيب شو كمان شكل المصحف؟ شو يعني شكله؟ يعني تحط فتحة ضمة كسرة شدة سكون، هذا كمان حصل بعد ذلك. طيب وهذا في القرآن الكريم، يعني في القرآن الكريم يوجد أشياء فعلت ما كانت، ولكن شو موافقة ولا مخالفة؟ تنفع ولا تضر؟ تنفع. فهي شو تحت أي اسم تدخل؟ البدعة الحسنة، أو شو اسمها؟ السنة الحسنة. طيب بعد هذه السنين الطويلة ظهر ناس من نحو 200 سنة، زعيمهم ظهر من نحو 200 سنة، هو جاء بهذا الشيء وصار ينشره حتى صار يحرم كل شيء فعله المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يحكم بزعمه على الأمة بالضلال ويحرم ما استحسنه المسلمون كلهم علماؤهم وعامتهم. هؤلاء هم أيضا اللي عزامهم عم بيحاربوا بزعمهم البدعة، هن مبتدعة، هن نفس مبتدعة، لأنه أحدثوا في الدين ما ليس منه. هدول
عندهم أشياء أحدثوها في العقيدة نسبوها إلى الإسلام وهي ليست من الإسلام، فهم مبتدعة وبزعمهم شو بيقولوا لك؟ أنه بدهم يحاربوا البدع. فهؤلاء بسبب سوء فهمهم وصلوا إلى هذه المواصيل، مبتدعة نفسهم. وإذا شافوك عم تحتفل بمولد النبي، لما نقول تحتفل شو يعني تحتفل؟ تحتفل يعني بقراءة قرآن، بذكر الله، بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، بتوزيع الطعام، بمجالس أو درس يقرأ فيه سيرة النبي، صفاته، أسماؤه. وأين الحرام في ذلك؟ أين الحرام إذا كان هذا الأمر كله مجتمع تحت عمل وسمي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ هل قراءة القرآن جائزة أم لا؟ جاوبونا. هلا بدنا نعمل مثل بيقولوا خذ وأعطي. قراءة القرآن جائزة ولا لا؟ بل فيها ثواب. ذكر الله هل جائز أم لا؟ جائز. مدح النبي عليه الصلاة والسلام جائز أم لا؟ أكيد جائز. الله مدح النبي في القرآن. طيب، أن نتكلم بدرس ديني، والرسول قال بلغوا عني ولو آية، هذا أمر جائز أم لا؟ طيب، أن يوزع طعام أو حلوى أو ماء حبا برسول الله ولله عز وجل، أي طلبا للثواب من الله، هذا أمر جائز ولا لا؟ جائز. طيب، أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أمرنا به في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، وأن نختم مثلا الاحتفال بدعاء، أليس الدعاء جائز؟ طيب، فهذا هو المولد. إذا كان كل هذا مجموع في المولد في شهر ربيع الأول، في الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أين الحرام في ذلك؟ ليس حراما. شو عندهم بس حجة واحدة؟ شو بيقول لك؟ ما فعله رسول الله. اللي بيقول لك ما فعله رسول الله، شو بترد عليه؟ بهالشيء اللي ذكرناه، بتقول له القرآن يعني المصحف كما ما فعله رسول الله، نقط المصحف شكله ما فعله رسول الله، المحراب في المساجد ما فعلها رسول الله، جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، شو كمان؟ الأذان الثاني يوم الجمعة كمان ما زاده رسول الله، إنما زاده سيدنا عثمان. طيب، صلاة ركعتين عند القتل، ما قال الرسول صلوا ركعتين إذا قدمتم للقتل، ولكن مع ذلك فعله مين؟ لا، خبيب بن عدي. خبيب بن عدي أول من سن ركعتي القتل. وهلأ إلى الآن مرات بيكون حدا قدم للقتل، شو صار؟ صار يصلي ركعتين، وإذا هو ما بده يصلي اللي بيذكروه قم صلي ركعتين. طيب، مع أنه هذا ما قال الرسول افعله، ولكن هذا يدخل تحت شو؟ السنة الحسنة أو البدعة الحسنة. وكذلك مولد النبي والاحتفال بمولده والفرح بمولده وفعل الخير بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر حصل في القرن السابع الهجري. حصل وين؟ في القرن السابع الهجري، بل قبله، ولكن اشتهر ذلك في القرن السابع في أوائله. مين أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف؟ هات لشوف. الملك المظفر. شو كان اسمه؟ هذا لقب له، الملك المظفر، ملك إربل. إربل وين هيدي؟ ليه؟ بالعراق، بيقولوا له هلأ أربيل. إيه، كان هو الملك عليها. دير بالك اللي ما بيعرفه بنعرفه عليه، هو صهره للسلطان صلاح الدين، سلطان صلاح الدين الأيوبي. الملك المظفر صهره زوج اخته ربيعة خاتون اسمها.
طيب يعني منه كان نكرة بل كان عالما، كان تقيا، كان صالحا، بل الأئمة اللي كانوا في زمانه وافقوا على فعله ومدحوه. طيب مين مدحوا مثلا؟ مين مدح فعله؟ كثير، نذكر من باب المثال الحافظ السخاوي، والحافظ ابن دحية، والحافظ ابن حجر العسقلاني، حدا ما سمع ابن حجر العسقلاني؟ والحافظ السيوطي، الحافظ مين؟ السيوطي، وابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي، وغيرهم كثر من وقت ما هو فعل هذا الأمر إلى زماننا ما أحد اعترض على فعله إلا هذه الفرقة اللي عرفت باسم المشبهة والوهابية، هن بس عندهم بزعمهم الاحتفال بالمولد، بزعمهم شيء كأنك عملت شيء جريمة والعياذ بالله. كل المسلمين يفرحون بكل سنة بذكرى مولد النبي ويفعلون الخيرات فيه إلا هن يحاربونه، يحاربونه بأبشع العبارات. منهم من قال والعياذ بالله من هؤلاء الفرقة، من قال إذا أنت يوم المولد جيت مثلا ماذا فعلت لله تعالى؟ ست الطعم الناس لحم، كيف بدك الطعم الناس لحم؟ بتقطف من الشجرة لحم ولا بدك تذبح خروف؟ فذبحت خروف خروفا لتوزعه على الناس. شو بيقولوا هيدول بزعمهم؟ قال هذا الخروف الذي يوزع في المولد، قال أحرم، بزعمهم أحرم من الخنزير، أعوذ بالله. شوفوا إلى أي تطرف راحوا، إلى أي شذوذ ذهبوا، إلى أي ضلال، يقولون عن فعل الخيرات أنه حرام. كل هدول دير بالك، قد يجي واحد من الحاضرين أو من المستمعين بيسأل يا عمي طب ليش وصلوا إلى هذه النتيجة الغلط؟ سمعوا حديث فهموا غلط، وهذا من بسبب سوء الفهم، لأن سوء الفهم بلية من البلايا. مش كل واحد سمع العلم فهمه، يا مناس بيسمع العلم لا يفهمه، بل منهم من يفهم على غير وجهه. دير بالك، هؤلاء سمعوا حديثا عن النبي، نحن حافظينه وأنتم حافظينه، وهو الذي فيه كل بدعة ضلالة. سمعين فيه ولا لا؟ إيه، كل بدعة ضلالة. هذا حديث وارد عن النبي رواه أبو داود. طيب ولكن دير بالك، هذا العلماء ماذا قالوا فيه؟ قالوا هذا من العام المخصوص. شو يعني؟ يعني فيه لفظ عام، كل هذا من ألفاظ العموم، ولكن مخصوص، يعني الرسول قصد ببدعة الضلالة التي تخالف القرآن أو تخالف السنة، قال هذه هي حذر منها الرسول، بدليل الحديث الأول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. لابد من التوفيق بين الأحاديث، لابد أن الواحد شو يعمل؟ أن يوفق بين الأحاديث لحتى ما يفهم غلط. هيدا مين بيعرفه؟ أهل العلم عرفوه وفهموه وعرفوه للناس. طيب النبي كمان قال في الحديث الصحيح، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث، انتبه لأمنيح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قيدها الرسول، من أحدث في أمرنا، شعني في أمرنا أي في ديننا، ما ليس منه، شعني ما ليس منه، يعني إذا كان غير موافق للكتاب والسنة، قال هذا فهو رد. شعني رد؟ يعني مردود. طيب لو كان أحدث في أمرنا هذا ما هو منه ليس مردودا، هذا معنى كلام الرسول. الرسول ماذا قيد في هذا الحديث؟ وضح كل
أو كل بدعة ضلالة، وضحها بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا شو ما ليس منه، ساعتها شو بيكون؟ فهو رد. ونحن على هذا، ونحن على شو؟ على هذا. شان على هذا يعني نحن كمان بنحارب البدعة السيئة. نحن كمان كمسلمين كأهل السنة شو بنعمل؟ نحارب البدعة السيئة، بس بنبين انه في بدعة حسنة ونعطي أمثلة عليها. يلا انتوا اعطونا لشوف جمع المصحف، تنقيط المصحف، تشكيل المصحف، جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، فعل شو؟ المحراب، فعل المآذن. دير بالك المآذن فعلت هذه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هلأ مش كل مساجد الدنيا أو أغلب مساجد الدنيا شو فيها؟ مآذن. وفي في مساجد فيها مش مئذنة وحدة، فيها اثنين أو أربعة أو ثمانية، مثل المسجد النبوي الشريف أو مثل المسجد الحرام في مكة. وهل هذا حرام؟ فهيدول بيقول لك المولد والاحتفال بالمولد حرام لأن النبي ما فعله، بترد عليه أنه أمور كثيرة النبي ما فعلها وفعلها الصحابة بعده وهي أمر حسن. طيب طيب، أي حديث بدل على تقسيم البدعة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. والحديث الثاني اللي ذكرناه ورواه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب لو كان منه ليس ردا، هذا ما قاله الرسول وما أخذ منه وما عرف من كلامه وما فهمه الصحابة والتابعون وتبع الأتباع. والإمام الشافعي شو قال؟ قال: البدعة على ضربين، المحدث على ضربين. شان على ضربين؟ على قسمين. قال: بدعة حسنة وبدعة سيئة، وبين ما هي البدعة الحسنة وما هي البدعة السيئة. قال: ما وافق الكتاب والسنة والأثر والإجماع، قال فهو السنة الحسنة، فيك تسميها البدعة الحسنة، ومن ذلك عمل المولد والاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. دير بالك أن تصلي على النبي بعد الأذان شو الحكم؟ أمر جائز وخير ومستحب، وهذا قاله الرسول. تستعجب، اسمع، الرسول قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح رواه مسلم. تستغرب إذا واحد عم يعمل بهذا الحديث فإجا أذن من بعد ما خلص شو قال بعدين؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيكون عمل بهذا الحديث ولا خالفه؟ عمل به، لأنه سواء النبي ماذا قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. طيب المؤذن مش بس سمع، قال وسمع، ألا يستحب عند ذكر النبي وسماع اسمه أن نصلي عليه؟ طيب المؤذن معنا ومثلنا ولا لا؟ ولا المؤذن جاي من المريخ مثل ما بيقولوا، ما خصه بالموضوع؟ ما هو كمان مسلم وسمع وقال اسم النبي، فإذا صلى هو المؤذن على النبي، وين الحرام في ذلك؟ ليس حراما. طيب كمان الحديث الأخير اللي رح نذكره اليوم كمان عن الصلاة على النبي اللي حرمها هؤلاء وهي جائزة بدليل الحديث. النبي قال: من ذكرني
فليصلي علي. شو قال؟ من ذكرني فليصلي علي. والمؤذن ذكره ولا لا؟ لما قال أشهد وأشهد أن محمد أو أشهد أن محمد رسول الله ذكره ولا لا؟ طيب إذا صلى المؤذن على النبي من بعد ما خلص الأذان صلى عليه، وين الضرر في ذلك؟ وين الحرمة في ذلك؟ فهؤلاء من سوء فهمهم وصلوا إلى هذه النتائج الغلط، وصلوا إلى الضلال وإلى تشبيه الله بخلقه وإلى تحريم ما أحل الله وإلى محاربة المولد والاحتفال بالمولد. ولكن شو بتعمل؟ أغيظوهم واحتفلوا بالمولد، أغيظوهم وزيدوا حبا برسول الله في كل آن، وخصوصا وين؟ في المولد النبوي الشريف. مراقبة الهلال، هلال ربيع الأول راح تكون يوم الجمعة القادم، يعني احتمال بيكون أول ربيع الأول يوم السبت القادم. وإذا دخل ربيع الأول سنكثر من سيرة النبي والصلاة على النبي ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وتوزيع الحلوى والشراب والعصير حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون لنا احتفالات في ألمانيا فقط، رح يكون لنا 32 احتفال في 32 مدينة، منها مانهايم. احتفالنا في مانهايم امتين يا أخواننا؟ بواحد عشرة، 1 أكتوبر يوم أحد الساعة 5:30 في صالة رؤية، رؤية زال تعرفوها، تعرفوها وحافظينها، بس هايزنبان شتراسي قديش؟ قديش رقم المبنى؟ 20 ولا 22؟ 22. عشت، بارك الله فيكم. نختم بلا إله إلا الله.